أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء، معكم عبد الرحمن عدراوي الذي يحييكم مباشرة من كندا ويلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة من الحلقات الحوارية التي تبثها جريدة الصحافة الإلكترونية على صفحة عدراوي لايف. سعيد باللقاء بكم، وحلقة اليوم ستكون حلقة متنوعة وفيها الكثير من المواضيع السياسية على وجه الخصوص. إذا بعد لحظات سيلتحق بي الزميل حسن أبو عقيل من الولايات المتحدة، وأتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا ممتعة. إذن مرحبا بكم في حلقة جديدة، ومرحبا بسي حسن الزميل من الولايات المتحدة الأمريكية. سي حسن، أهلا ومرحبا بك. أهلا سيدي عبد الرحمن العضراوي، وأهلا بالصحافة الإلكترونية، وأهلا بمتتبعيكنا الكرام. شكرا سي حسن. إذن كما قلت، هذا الأسبوع كان هناك مجموعة من المواضيع اللي تستأثر باهتمام الجالية المغربية وأيضا بمغاربة الداخل. في الحلقة الماضية كنا تكلمنا بإسهاب على السي وهبي وعلى الخرجات ديالو التي كانت تثير الكثير من اللغط والكثير من الجدل والنقاش، بحكم أنه كان يتكلم باسم الشخص الذي بيده الحل والعقد وبيده تغيير الأمور فيما يتعلق بمدونة الأسرة وفيما يتعلق بالكثير من السلوكات المجتمعية. هذا الأسبوع هذا يعني كان سمعوا السي وهبي بعد ما تعافى من وعكته الصحية في فيديو نشرته جريدة إسبريس الإلكترونية، تقول ويكرر وبإلحاح بأن الأمور كلها تتوقف على يعني قرار من عند جلالة الملك للبدء في هذه الأمور المعقدة. إذن سي حسن، بغينا نسمعوكم، من بعد غادي نسمعوا السي وهبي والمداخلة ديالو. تفضل سي حسن. هاد الموضوع هذا بكل صراحة ما بقيتش بغيت نناقشه نهائيا، نظرا للتعنت ديال هاد السيد هذا، وأنه ما غادي يدير والو لا في التعديلات اللي كاينة في ديال المدونة ديال الأسرة، ولا كذلك في القانون الجنائي، وخاصة رفع العقوبات على من المادة 490 ديال العلاقات الرضائية، وكذلك مجموعة ديال الأمور. هاد السيد أول وزير عندنا اللي هو وزير العدل في هاد الحكومة هذا، في هاد الحكومة هذه، أن هاد السيد هذا بلية ما عندوش واحد الثقافة قانونية، ما عندوش يعني رصيد تاريخي سياسي، ما عندوش مجموعة ديال الأمور. يعني ملي كنجيو كنشوفوا أن الخرجات ديالو هي يعني معاكسة للتاريخ المغربي، معاكسة لتاريخ الأمة المغربية، معاكسة للملوك الثلاث، معاكسة للمثقف المغربي، معاكسة للحداثة في المغرب، معاكسة إلى آخره. يعني هاد السيد شنو باغي يدير أصلا؟ بغينا نفهمو. نسمعوا ما جد من كلام على لسان السيد الوزير، ومن بعد نعقبوا على الكلام. شو ماشي مشكل، نديروا لي قراءة. نعم. صوت. أن أغير القوانين لنكون موضوعيين، وعليكم أن علي أن أفسر لكم دستوريا وتشريعيا هذا الموضوع. جلالة الملك نصره الله هو صاحب القرار في المجال الديني بصفته أميرا للمؤمنين، ونحن من الناحية القانونية نقول أنه مجال محتكر لجلالته، لا يتدخل فيه أحد، ولديه بجانبه يشتغل المجلس الأعلى العلمي. وحينما أصدر جلالته في قراره من خلال الخطاب وقال إعادة النظر في المدونة، اجتهدنا نحن في وزارة العدل
واجتهدت المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. هذا القرار هو قرار التغيير، ولكن مسطرة التغيير هل ستقوم بها مؤسسة دون أخرى وهو ملف مجتمعي يعود لجلالته، هو الذي سيحدد المسطرة وهو الذي سيحدد شكل التشريع. وأنتم رأيتم في السنوات الفارطة حينما كانت تعدل القوانين كيف جلالة الملك حدد المسطرة وعين من سيقوم بهذه التغييرات. نحن سنكون مساهمين، سندافع عن وجهة نظرنا، سنحاول أن نساهم بشكل إيجابي، وكوزارة العدل سنقف لمناقشة هذا الموضوع، ولكننا لن يمكن أن يكون ذلك لأن الموضوع موضوع مجتمعي، موضوع ديني لا تحتكره وزارة العدل دون غيرها. نحتاج إلى قرار لجلالته وسيصدره في الوقت الذي يراه مناسبا وبالشكل الذي يراه مناسبا مع بما يملكه من سلطات دستورية في المجال الديني لنبدأ مناقشة هذا الموضوع. لذلك ليس هناك تأخير، الكل يشتغل، وأنا توصلت بتقارير متعددة وباقتراحات متعددة من المنظمات النسائية الوطنية. لأن نكتفي بهذا حسن، واش ما كتلاحظش بأن هناك واحد التغير في النبرة ديال السي وهبي، وأيضا تغير حتى في المضمون ديال الكلام، لأن من قبل كان كيتكلم على نفسه، أنا غادي نغير، أنا غادي نبدل، وأنا غنحيد هذه، وأنا غادي نبقى حتى غندير هذه. الآن شوف شحال من مرة ضد جلالة الملك، شحال من مرة قال جلالة الملك. يتضح بأن كل كيف ما قلت لك في البداية أن كل القرارات ديال عبد اللطيف وهبي وكل ما كان ينوي القيام به فهو يعني من خلال هد قراءتنا الكلام ديالو الحالي، وأنه يضع جلالة الملك يعني في البوابة الأولى كمدخل للتغيير، فإن وهبي يرى نفسه في طريق مسدود. علاش؟ أولا لأن ما يعني نادى به سابقا وبكل استقواء وتحكم أمام قولة جلالة الملك لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما حل الله، هذه الكلمة كافية بأن يجمد سي عبد اللطيف وهبي تلك التعديلات التي كان ينوي القيام بها. وحتى إذا كان يعني مستقويا، لا زال مستقويا كما رأينا في اللقاء الأخير ديال المؤتمر الجهوي الثاني اللي دار في مراكش، راه السيد لا زال متعنتا وما راضيش بأن التعديلات ديالو تصطدم مع الحائط الكبير، وكذلك تصطدم مع الكلمة ديال جلالة الملك والمجلس الأعلى. يعني كقراءتي للحداثة التي يريد بها عبد اللطيف وهبي استثمارها داخل المجمع الحزبي ديالو، وكذلك للناس اللي هم عاطينه هذه الأجندة باش ينفذها، أنه رأى نفسه في محك، وهذا المحك هذا ما غاديش تدوزوا ليه الأمة المغربية، لأن أولا الأمة مسلمة، ثانيا الدستور هو دولة إسلامية، ثالثا أن خلاه هو ربما تغيب عنه أن الملك سياسيا يقود البلاد وليس عرضينيا، لأن المكانة الدينية دياله هو بصفة أمير المؤمنين وكرئيس الدولة وكملك البلاد، وهذا يسير المجال السياسي، وإلا ما كان الملك رئيسا لمجلس الوزراء. سيفهم هذه النقطة، لأن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، يعني كل هالأمور التي تسير في هذا المجلس هي سياسية محضة 100%، وكثير منها دبلوماسي، والدبلوماسية لا تنشق عن السياسة نهائيا. أما المجال الديني فباعتباره أمير المؤمنين لا يمكن أن يقبل على نفسه وعلى تاريخ الملوك من أبيه وجده إلى
مدرسة الأخلاق التي ترك لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرر علينا مجموعة من القوانين اللي هي أصلا دخيلة على المملكة المغربية. نعم. لا يمكن. واحد النقطة شرتي لها، تكلمتي على الدستور وعلى الدولة الإسلامية، يعني في 2011 من بين الأمور اللي طلعت الأسهم ديال السيد عبد الإله بن كيران هي هذه المسألة ديال واش غادي يبقى في الدستور الجديد أن المغرب دولة إسلامية ولا غتحيد. هذه النقطة هذه استغلها السيد عبد الإله بن كيران وقال لهم إلا مشيتوا حتى حيدتوا الصبغة والصفة الإسلامية عن الدولة المغربية غادي نخرج لكم عشرات المليون ديال المتظاهرين للشارع. وكان من هنا واحد النقطة ديال الانطلاق الصاروخي ديال السمعة ديال بن كيران وديال الشغف ديال الناس بمتابعة بن كيران. واش ما كتشوفش اليوم بأن السيد وهبي يعيد التاريخ وتهيئ نفس الظروف اللي وصلت حزب العدالة والتنمية للحكومة في 2011 هي نفسها اللي السي وهبي خدام الآن كيعاود يفرشها ويقادها السيد بن كيران والحزب العدالة والتنمية؟ واش ما كاينش واحد الانقلاب خفي على السيد عزيز أخنوش وعلى الحكومة ديال أخنوش؟ يعني هذه مجرد تخمينات. واش هو غير هبيل كما قال عليه بن كيران بأن بزاف على وهبي باش تكون هذه أفكار دياله؟ هو غير مدفوع، يعني غير كيقولوا له يسير قول. هذه ليست بأفكار، هذه أجندات مخدومة، أجندات مخدومة كانت لو صمت ولو سكت الشعب برمته لن يسكت الملك اللي هو أمير المؤمنين. وهذه الإمارة هذه راها تاريخ قديم وعريق مع الدولة العلوية وكذلك مع مسار تاريخ الأمة المغربية. لا يمكن التخلي عن الإمارة المؤمنين. إمارة المؤمنين هي دستوريا وهي حتى في العرف ديالنا هي الحامية للدين وهي الحامية للقرآن الكريم والداعية للإسلام كدولة إسلامية. يعني ما يمكنش لينا احنا غادي نمشيو مع أخنوش ولا نمشيو مع وهبي ولا غيره من الذين يحملون حداثة الدعارة وحداثة البغاء في دولة شريفة وعلى بقعة شريفة وفيها أمة مسلمة شريفة. لا يمكن أن، لأن وهبي ماذا يقوم به الآن؟ لا على المؤتمر الحزب، ويسمحوا لي الإخوان ديالنا والأصدقاء ديالي والأعزاء اللي عندي في حزب البام من المواطنين اللي هم منتمين، وهذاك حقهم الانتماء ديال الأصالة والمعاصرة من حقهم. أنا لما أتحدث عن وهبي أتحدث عنه بصفة خاصة لي هو شخصيا كأمين عام لحزب سياسي وكذلك كوزير للعدل. أنا لا إذا مسيت به ولا لا أمس بالحزب ديالكم توما ولا أمس بكم نهائيا. أنا أتكلم عن واحد التدبير الذي يقوده وهبي من خلال ممارسته كسلطة تنفيذية وكجزء من السلطة التنفيذية اللي هو وزير العدل، وكذلك كأمين عام لحزب سياسي خصنا نتكلم عليه بصفة عامة. ومن حق أي مواطن أن يتحدث عن رجل عمومي كيف ما بغى يكون. لهذا فسي وهبي لما نقل لنا واحد الحداثة اللي هي لا تلائم الدولة الإسلامية في المغرب ولا تلائم نهج أمير المؤمنين ولا تلائم الشعب المغربي، فضروري أننا نلفظ كل ما يأتي به هذا السيد هذا من علاقات رضائية في القانون الجنائي، كذلك من 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 شهادة المرأة والإرث وكذا إلى آخره كل ما تناولته المدونة ديال الأسرة. وغالبة أغلبية المواد اللي كاينه في هاد المدونة خص يشرف عليها المجلس الإعلام العلمي ماشي وهبي. نعم. ماشي وهبي خصو يكون عنده غير واحد الكونيكسيون واحد العلاقة أو واحد الرابط بينه وبين المجلس العلمي في النقاش واش هذه ممكنة أو غير ممكنة. هنا باش كتقاد الأمور قبل ما تعرض كاع على البرلمان هاد المشاريع القوانين اللي كيبغي يوجد خصو يعرضها على ناس اللي هما أهلوا هذاك العلم. أما بالنسبة لوهبي ما عندوش ثقافة علمية دينية. هذا الشيء سي حسن تندرى صحح للموقف، يمكن هذا الشيء اللي قال في هسبريس قال بأنه لا ولكن هو قالها في هسبريس ولكن في مراكش ما قالش هذا الشيء.
في مراكش قال قال لا زلت شوفوا هنا كيقول يعني اسمح لي لا زلنا في تدبير ملفات حكومية واستمرار وإصرار وهبي الدفاع على المساواة وتغيير القوانين. واش قال؟ التزمنا بتغيير القوانين، وهنا التحدي الأكبر هو من اللي قال وسنغيره. شفتي الكلمة؟ يعني هنا التغيير ما يتوقفش عليه، هو التغيير كيتوقف على وسنغيره. فحال إلا هو المليك، وهو ما فوق حتى واحد اللي غادي هذا فوق البرلمان وفوق كل شيء. نعم. مع العلم وهبي هو وزير، وزير يعني عنده واحد الجزء صغير من السلطة التنفيذية، ماشي هو وزير العدل السابق، ماشي هو وزراء العدل السابقين، راه عنده واحد الاختصاص خاص ومحدود، جانب محدود، ومن بينه هو داكشي اللي خلاو ليه باش عنده الحق كسلطة تنفيذية انه يقوم بمشاريع قوانين ويعرضها على البرلمان. وراك عارف الطريق ديال هادشي باش كتسوى، خصها المجلس الدستوري وخصها وخصها وخصها، يعني فيه فوقه بزاف ديال الناس. وهنايا هذيك المشاريع القوانين واخا هو يعرضها، على من هو كيتحدث؟ ما كيتحدثش اولا المقاربه التشاركيه، ماشي خصنا نمشيو نجيبوا لنا عاد دوك الجمعيات اللي هي تدعم الشذوذ الجنسي والبغاء والدعاره، وكتقول لي وكتدخل هذا الاطار هذا في حريه الجسد وفي الى اخره. هذا الشيء اللي جايب لنا، هذا هو الناس اللي كيناقش معاهم، هو ما كيجيش مع الناس يناقش مع المجتمع الاخر اللي هو مجتمع مسلم. ما يمكنش لينا يقول لنا عندنا المقاربه التشاركيه وهو كيضرب فيها اصلا. جيب الناس اللي غادي يزيدوا يساهموا في النقاش الحقيقي والنقاش ديال الواقع اللي هو كيحمل تقريبا 99% ديال الناس اللي هما مسلمين. اما الاخرين ما احنا ما سوقناش لهم، اللي ما كيتكلموش معنا، ما كيهضروش معنا، ما كيحافيوناش، حتى احنا ما كنحافيهمش. ولكن وهبي ملي كيحافي الامه المسلمه خصنا حتى احنا نحافيه ونتكلموا معاه بلغته، ونتحدث عنه بلغه ديال المعامله بالمثل. لا انا سي حسن، القراءه ديالي للتصريح ديالو في فيسبريس تنظن بان شي واحد جبد ليه الودنين يعني بالدارجه. كاين واحد النوع من لو غوكول على التصريحات السابقه ديالو، لان كان دائما تيتكلم بلغه انا ماشي شغلي في واحد الراجل وواحد المراه، وانا ما عندي غرض، فانا ما يمكنش يعني كيتكلم وكانه هو القانون، هو كشخص. نعم. هو اللي كيطبع القانون، هو اللي كيحط القانون. اذا غادي نتابعوا هذا الموضوع في احدى التصريحات او احدى الاخبار اللي قريت، ما عرفتش واش صحيحه ولا لا. وهبي كيقول بانه الناس اللي كيتكهنوا بالاقاله ديالي اخطاوها، انا باقي وزير ديال العدل الى حد الان، نحن نتساءل الى متى. اذا النقطه الثانيه سي حسن هي المتعلقه بمجلس المنافسه، اللي عاود رجع الملف المتعلق بوجود محتمل ديال الممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق. يعني هذا موضوع اللي أسال الكثير من المداد، وكنا تكلمنا عليه بزاف، وأنا يعني درس بزاف ديال الفيديوهات من 2018 و2019 و2020، يعني ما كانت حتى شي نتيجة، يعني كان مجرد بزاف ديال الكلام، وكلام اللي ما تبعتوش شي تحقيقات ولا شي حاجة تذكر. اليوم بالنسبه لك سي حسن، يعني شنو كتعني هاد عوده اثاره هذا الموضوع من جديد؟ واش غادي نمشيو نحاكموا السيد عزيز الاخنوش بصفته اكبر المستثمرين في المجال ديال المحروقات؟ واش غادي نعرضوا هذا المجلس فقط من اجل هذا الموضوع، غنعرضوه يعني فقط من اجل عرضه على مصالح التحقيق، ولا غيكون هناك ما بعد التحقيق؟ في الحقيقة هو أن بعد النقاش العمومي والتواصل الاجتماعي اللي هو الكثرة ديال الناس، يعني ديال أبناء الأمة، تحدثوا على هذا المجلس ديال المنافسة والدور دياله، وإبان إدريس يعني الرئيس السابق إدريس القراوي قبل ما يغادر هذا المجلس هذا. ف هد
يعني القيمة المضافة في المجلس المنافسة عند السي بنروحو اللي أحال هذه القضية ديال شركة المحروقات إلى لجنتين، إلى اللجنة للتحقيق، بمعنى هو انتصار لإدريس القراوي الذي تمت إقالته سابقا. نعم. أن الملك جلالة الملك هذه قراءة يعني ماشي غادي احنا غير قراءة على حساب ما ورد، أن جلالة الملك لما توصل في عهد إدريس القراوي من بعض أعضاء المجلس توصل برسائل أخذها بعين الاعتبار وتمت إقالة سي إدريس القراوي وتعويضي بالسيد بنروحو. هاد المسألة اليوم، لأن نفس المسألة اللي تخادت في عهد إدريس القراوي هي نفسها الآن، أن إدريس القراوي كان خدا المسألة ديال اللجنة وأن خرجوا بقرار أن شركة المحروقات خص أخنوشي يعطي مجموعة ديال واحد المبلغ اللي هو كبير ومس القوة الشرائية ديال المواطنين فيه، وكان داك الشيء حسيمسي. فلما أثير في ذلك الوقت هذا المشكل هذا، اليوم ملي ماذا يعني أننا نحيل نفس الرواية إلى لجنة خاصة في التحقيق بالتحقيق، إلا وهو انتصار لإدريس القراوي، وكذلك نراها من هذا الجانب هي حملة كذلك جديدة، حملة جديدة لإعطاء الحق لأصحابه وهم عامة الشعب. يعني هذا مجلس المنافسة اليوم هو يتحرك ربما بتعليمات سامية ملكية، رغم أن مجلس المنافسة هو مجلس كيبقى خاضع لرئاسة الحكومة، فالترتيبات الحالية غادي تعطينا مجموعة ديال الأمور اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى أنه يحقق انتصار الشعب المغربي على هاد الفرقة الضالة، بهذه الكلمة نقولها ضالة، ضالة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا. إذن سننتظر مرة أخرى، يعني ما فريزوا عنه هذه التحقيقات، لأن عدد كبير من الملفات كتدخل للتحقيقات وما كتعاودش تولي تخرج. إذن سيدي حسن، بالنسبة لك كنا تكلمنا ذاك النهار على الموضوع ديال الخطوط الملكية المغربية، وتلقيت مجموعة ديال المكالمات من عند أصدقاء الذين يثمنون هذا النوع من النقاشات، وكيف ما قلت يعني هناك كاين ضغط على الصفحات ديالنا برمتها، أكيد أن نسبة المتابعات نازلة منخفضة جدا على الصفحة ديالنا، لكن هناك قنوات اللي كتنقل الفيديوهات ديالنا على يوتيوب وتفوق نسبة المشاهدة فيها 100,000 مشاهدة. إذن إحنا عندنا ما عندنا حتى شي قيود وما عندنا حتى شي شروط، اللي بغى يبارطاجي شي فيديو ولا ينقل شي فيديو على القناة ديالو فمرحبا به. إذا قلت بأن المعلومة المتعلقة بالأسعار ديال الخطوط الملكية المغربية يعني استحسنها العديد من إلا سمحت لي سي عبد الرحمن، في هذا الإطار هذا ديال الفيديوهات، نقل الفيديوهات، أنا معك في الطرح، غير أنني كنطالب هذوك الناس من دوك اللي ينقلون الفيديوهات أنهم لا يغيرون المحتوى لا ديال سي العضراوي ولا عبد ربيه، يعني حتى العناوين اللي كتكتب ما بغيناهاش تكون مغايرة لخطنا ولكلامنا، سواء كانت المسألة تجارية أو غير تجارية. إحنا يعني كنعطيكم هذه الصلاحية، اللي بغى ينشر ولكن في حدود المعقول، كيف ما بغينا الإخوان أنهم يلتزموا غير باش ما يحرفوش الكلام ديالنا عن موضعه، هذا هو اللي كاين. تفضل سي العضراوي. نعم، إذا قلت بأن يعني هذا الموضوع ماشي يعني كيشغل فقط واحد الفئة معينة من أبناء الجالية المغربية، ولكن الموضوع أصبح عام وأصبح الجميع الآن كيعيش هذا المشكل هذا الذي يثقل كاهل العائلة. أنا الآن أحد أقرباء ديالي اللي يعني إلى حد ما ميسور الحال خدا تأشيرة ديال كندا، وهو غادي يجي هو والزوجة ديالو والثلاثة ديال الأبناء ديالو باش يقضيوا العطلة الصيفية هنايا. فملي دخل شاف الأثمنة قال لي مستحيل أنني يعني خاصني القليلة واحد 10 ديال المليون
ديال البيض باش ديال الطياره وزيد عليها المصاري ولينا في 20 مليون 20 مليون راه نمشي ندوزي اربعه الكونجيات في اسبانيا. اذا كاين هناك مشكل عويص في الاتجاهين الاثنين، سواء من المغرب في اتجاه امريكا الشماليه او من امريكا الشماليه في اتجاه المغرب. من بعد النقاش ديالنا المدير ديال الخطوط الملكيه المغربيه كان خرج بتصريح تيقول فيه بان الشركه منذ 2011 على ما اظن ما تلقاتش شي دعم من الحكومه. وانا هنا اتساءل اذا كانت الحكومات المتعاقبه كتعطي الدعم للفنادق وكتعطي الدعم لبعض المستثمرين في القطاع السياحي، شنو هي المعايير اللي كتعتمدها باش تختار هاد الناس؟ ان هنا كنستحضر عاود مره اخرى الناس اللي كاينين في مكناس في المعرض ديال الفلاحه، وواحد كيدور بالميكروفون ديالو ما لقى ولا شخص واحد واخد الدعم. يعني الناس الفلاحه صغار حتى واحد ما واخد الدعم. يعني هاد الدعم لمن كيمشي؟ واش كيمشي الاصدقاء الفندق الاخضر؟ واش كيمشي لاصحاب الحزب الموالون للاحزاب؟ مره اخرى هاد الاستثمارات السياحيه اللي كتستحق الدعم شكون هما مواليها؟ اذا كان الاولى بنا اننا نجيبوا واحد النسبه كبيره من السياح من المواطنين المغاربه، وهاد الناس هادو هما يدخلوا الاموال في القطاع السياحي بدل ما نديروا العكس، نعطيو الفلوس للناس ديال القطاع ديال السياحه ونجلسوا كنتشمشوا وكنتسناو الناس يجيو عندنا. اذا هاد المشكله هذه ديال الاسعار ديال الخطوط الملكيه المغربيه ما هيش يعني فقط مشكله ديال النقير من اجل النقير، ولكن هي مشكله اللي غدا وكتفاقم عام على عام، لان الوقت اللي يلا حنا جينا فيه كانت التذكره ديال 1200 و1300 كانت غاليه بزاف. دابا حنا الان كنهضروا على 2500 دولار للتذكره وما كاينينش. نعم. كاين هناك خصاص في العدد ديال الطائرات، وكاين هناك السعر المرتفع، وحتى ملي كيدخل شي منافس كيف ما قلت الاسبوع الماضي السي حسن، يعني دخلت اير كندا تضرت انها حتى هي تالينيا مع الرويال اير ماروك في الاسعار، ولا حتى هي الان السعر ديالها جد مرتفع ويعادل السعر. اذا ما قضينا والو، يعني خاص شي حلول اللي هي جذريه، وخاصنا مديرين ناس اللي عندهم خبره في لا كرياسيون دو لا فالور اجوتي. انسان اللي غيعرف كيفاش يدير يخلق الثروه، انسان اللي غادي يعرف كيفاش يمشي يقلب على الطرق وعلى الاساليب باش انه يفالوريزي هذيك المهنه ولا هذيك الحرفه اللي هو كيشتغل فيها. اما كنجيبوا موظفين وكنحيدوا موظفين وكنحطوا موظفين، فهذا الشيء هذا ما خدامش. اخي عبد الرحمن، خصنا نفهموا واحد النقطه اساسيه، وهو البرنامج الحكومي اللي غادين فيه الان هو برنامج لاغتيال المغاربه. يعني ملي كنقول اغتيال ماشي يذبحوهم، لا، هو كيذبحوهم في الجيب ديالهم. حكومه يعني اخنوش هو رجل اعمال، ومن كلمته الكلمه ديالو اللي كانت شعار قبل ما يكون في رئاسه الحكومه، وهو حنايا راه القضاء. شوف الكلمه شحال صعيبه، وهو باقي ما كانش رئيس حكومه. راه مشكل كبير انه مس بالقضاء، ماشي القضاء وحده هو اللي غادي يربي الناس. نعم. علما ان القضاء هو اللي كيحكم، هو الكلمه الاخيره ليه، لا يمس القضاء. ناس في الدول العالم المتقدم كيعطيو واحد القيمة أكبر من رئيس الحكومة هو القضاء، خاصة تعطاه. ملي كيجي أخنوش وكيقول لينا ما التربية ماشي حنا ما نخليوش غير القضاء اللي يربي، حنا نربيو كل كذا، وإعادة التربية لكل مغربي إلى آخره. هذا نوع من التربية، هذا التوزيع. إيه هو هذا، أنا جيك ليه. نعم. أنا جيك ليه يا سيدي عبد الرحمن. هذه القضية هذه هو هاد الناس هادو اللي داروا عليا المقاطعه فيما سبق، يعني هاد المواطنين اللي تجرؤوا ومسوا افريقيا، مسوا شركه سنترال، مسوا كذا، الا بقينا كنخليهم يديروا هاد المقاطعه وما كنديروا معاهم والو غادي ينتصروا علينا بزاف. حنا خسرنا، لهذا خصني نزمتهم، خصني نزمتهم. وهذه هي التربيه، اعاده التربيه للمواطنين. خصو يدخل منا حنا هذيك الفلوس اللي تخسرات في ايام المقاطعه، خصو يدخلها كامله، كلها الخساره، لا على الماء ولا في قضيه ديال الحليب ولا في القضيه ديال الغاز. كل هذه الامور هذه
انه اليوم دخلها وشبع اكثر من الدخول ديالها من 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 الازمه ديال 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 الحرب ومن الازمه ديال الكوفيد. هو كيدخل الفلوس من المحروقات الى يومنا هذا بدون ما يعطي التفاصيل ديالها، ولا زال مستمرا في هذه القضيه هذه ان رويال اير ماروك حتى هي تحت الاشراف ديال الحكومه. نعم راهي كتسمى شركه حكوميه، فهمتي؟ هاد الارام الخطوط الملكيه المغربيه تحت الرعايه ديال اخنوش اليوم، لهذا فلا يعقل باش يعطي شي بينيفيت للمواطنين، ما غاديش يعطيهم نهائيا، ما غاديش يعطي المواطنين اي مربح الا الزيار. وهذه المساله ما كتطلبش افراد وشخصيات ولا رجالات خدومه ولا كذا، لا والو. من يتدخل هو جلالة الملك. الملك اليوم كيف ما دار السنين الماضية، يعني السنة الماضية أو قبل السنة الماضية في هذه القضية ديال ارتفاع الأسعار والتذاكر، خصو جلالة الملك خصو يدخل لهذا الشعب ديالو اللي هو يتواجد في دول الاستقبال وباغي يدخل يعيد مع الأسر ديالو، وباغي يدي وليداته الصغار انهم كذلك يمشيو للمغرب وتبقى ديك الهمزه ديال التواصل بين دول الاستقبال والمغرب، ويعرف التقاليد ديالو ويعرف العرف ديالو ويعرف اللغه ديالو. من الضروره ان يعني ان جلاله الملك يعطي كذلك ثاني من جديد يعطي الرعايه ديالو المغاربة الخارج في هاد الأسعار اللي هي مرتفعة وأسعار باهظة جدا، ومع الأزمات اللي كيعيشوها أبناء الداخل خاص مغاربة الخارج تستافد، لأنها غتجي أكثر من دوك السواح اللي موفرين لهم اليوم مليار ونص ديال كذا ولا ما عرفت شحال من سميتو 1% 1.5% اللي عاطينها الجانب ديال السياحه في المغرب، يعطيو منها واحد الطرف للجاليه المغربيه ويديروا التخفيض للرحلات من دول الاستقبال الى الدوله المغربيه او الى الام كيف ما كنقولوا حنايا. هذه مساله ديال الملك ما فيها لا رجالات خادومه ولا حتى واحد ما غادي يدير لكم فيها شي حاجه، لان اخنوش هو واقف على هذه المساله، واقف عليها بيدو. والشركات ديالو، الشركات ديالو اللي كديرها الزوجه ديالو راه عندهم مشاكل، راه كاين طرد، الناس مطروده، الناس ما مسجلاش في السجل ديال الضمان الاجتماعي، الناس خرجت كتغوت، مانعينهم بزاف ديال الحوايج، لا 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 وثائق لا تقاعد لا حاجه. وكيف يعقل ان الناس اللي عندها الملايين في هذا الشكل هذا وهي تقوم بهذه الامور هذه ضد الشعب المغربي؟ حنا بغينا الملك يتدخل لانه هو 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 الملك ديالنا حنا. الكلمة الآن بيده كرئيس الدولة، خصو يتدخل في هذه القضية ديال الخطوط الملكية المغربية. سي حسن واحد القضية أخرى غير في التعبير، غير في التعبير، ما يعني احتراما لشخص جلالة الملك ما نستعملوش العبارة ديال خصو باش ما يقولوا لا احنا هذه دارجة، هذه دارجة، احنا كنتكلموا بخصك ماشي ما كنقولوهاش بالأوامر. نلتمس من جلالة الملك، نلتمس راه هي الالتماس، خصو ملي كنقولوها بدارجتنا راه هي الالتماس، كنلتمسوا بالملك. هو راه كيعرفنا شخصيا، ملي كنتحدثوا بهذا الكلام هذا راه عارف شنو كاين، راه حتى هو فاهم القياسات اللي كنعرفوها وكيفاش كنتكلموا معاه. راه حنا في الرسائل ديالنا اليه دائما كنهضروا بعد فروض الطاعه والولاء، عاد كنتكلموا معاه. ما عندناش مشكل مع جلاله الملك السي حسن، انا متاكدين انه الا سمعنا غادي يفهم هذا. انا كنهضر غير على المؤولين والملونين للكلام اللي بغى. شوف انا معك اخويا عبد الرحمن، معك، لانهم هما كثروا هاد حراس الجدار اللي كيسميو راسهم بحراس الجدار، هما كثروا بزاف. عير حنايا شوف الضرر بلغ السيل الزوبه، حنا الناس كلهم في واحد الدرجه ديال الاحتقان اللي ما بعدوش. الناس اللي بغات تسافر عير من هنا من الولايات المتحده الامريكيه راه لقاو التذكيره ب 2500 دابا، 2500 دولار معنيتها 2.5 مليون. يعني تقريبا 2.5 مليون. هاد المساله هادي شكون هذا اللي غادي يمشي بجوج المليون ونص غير هو ومراته؟ راه 5 المليون هذيك، هذه ما فيها، هذه مليوحه، يعني راكبين في الطياره غادي يوصلوا ما عندهم منها ولا درهم غادي يوصلوا.
خاصهم مصروف اخر. ارى لي اللي عنده ثلاثه ديال الوليدات واش غادي يبدا يخلي وليداته عند الناس؟ ما يمكنش. ثلاثه ديال الوليدات او عنده اربعه او عنده جوج، يعني راه ولات 10 ديال المليون. هذيك كيف ما تفضلتي راه على المركوب. حنا هنايا الالتماس لجلاله الملك خاصنا والاذان الصاغيه اللي في القصر بغيناهم انهم يتدخلوا في هذه المساله هذه باش يساعدوا المهاجر المغربي اللي كان كيصيفط تحويلات طيله السنه، هو كيصيفط فيها كيصيفط تحويلات للمساهمه في الاقتصاد ديال البلاد. فكيف لا يعقل ان نخفض من 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 سعر التذاكر له لهاد الناس؟ لان انا كنشوف على الاجتماع ديال اللجنه الوزاريه ديال هذا الاسبوع، اللجنه الوزاريه المكلفه بمغاربه الخارج، وراح حشومه انها ما تجبدش بحال هاد المسائل اللي هي كتهم مغاربه الخارج. اولا هاد اللجنه لاش مديوره؟ بغينا نفهموا علاش مديوره. فيها لجنه تقنيه، فيها لجنه ديال كذا، وكثرت اللجان ولات اجتمعوا مع مغاربه الخارج، كينوضوا كيديروا داكشي اللي بغاو. راه هذا هو الغلط. هذه اللجنه الوزاريه راه خصها تجلس معها ناس ديال مغاربه الخارج في اطار المقاربه التشاركيه، وتستافد من شنو عند هاد الناس، شنو المشاكل اللي عندهم. راه قضيه ماشي هي برنامج مرحبا، راه قلناها العام الماضي، راه مرحبا اللي فيها قرعه ديال الماء ورده راه ما بغيناهاش. راه ماشي هذاك الشيء هو اللي بغاه جلاله الملك. راه ملي كيقول لكم برنامج مرحبا لاستقبال المواطنين، راه خص الاداره تنفتح على الجميع، خص تكون قوانين ديجا دارت بان كيف سنمر، يعني سنخدم هذا المواطن اللي جاي وغادي يجي للاداره واللي غادي يجي للمحاكم واللي غادي يجي كذا كذا الى اخره، وكيف يقضي عطلته مع اهله، وكيف يمشي يدير السياحه، وكيفاش قاعد شي خص يكون مجهز. اما قضيه مرحبا تستقبلوا الناس في المطار ولا ماشي حتى المطار، عا في الموانئ غتستقبلوا الناس بقرعه ديال الماء وتزغريته وورده، ما وماشي كلشي، راه واحد الناس المحدودين الاولين. راه ماشي هذا هو البرنامج. البرنامج غادي خصو يكون في الداخل ديال المغرب، داخل دواليب الدوله، داخل المدراسه ديال سميتو الاداره المغربيه. راه حنا مازال المغاربه الخارج عندهم مشاكل كبيره مع الاداره المغربيه. راه الاغلب ملي كيمشيو يقضيو الحوايج ديالهم تما في الاداره، راه كيلقاو مشاكل مع الموظفين، كيلقاو الموظف كذا الى اخره، وشحال من واحد تهم بامور اللي هي الاعتداء على موظف ساعتها، الله اعلم هذاك الشيء ديالهم. اذا كنا السي حسن طلبنا انه يكون هناك واحد اللجنه ملكيه التي تعنى بشؤون الجاليه، كيف ما اليهود المغاربه عندهم ناس ديالهم اللي كيمثلوهم في المغرب واللي كيوقفوا معاهم الى جاوا يديروا استثمارات الى اخره. فايضا كان هناك ملتمس في هذا البرنامج هذا بمشاركه الاخ محمد متزكي من اجل انشاء واحد الهيئه ملكيه تكون كتشرف على المشاكل ديال الجالية المغربية، وتكون مرتبطة بالدول الملكية مباشرة، ما عندها علاقة حتى مع شي وزارة ولا حتى مع شي جهة. إذا سي حسن ندوزو لنقطة أخرى وهي المتعلقة بالصحفيين المغاربة أو صحفي الشتات اللي مشتتين يعني في جميع المجالات. عبد الرحمن عير قبل ما نختموا في هذا الجانب ديال اللجنة الوزارية، لان كاين مشاكل قضايا تمست بها الجاليه المغربيه، قضيه ديال التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات، هو وارد ان ما جبداتوش هذه الحكومه نهائيا، ما كتحددش على هذا الشيء، لان هذا الشيء يمس بالمواطنين المغاربه القاطنين بدول الاستقبال، كيمس بهم كاملين، لان الدول اللي عندها مع المغرب علاقات ثنائيه كلها تستثمر اليوم في هذا الجانب هذا، وانها في حاجه ماسه الى حسابات بنكيه ديال المواطنين ديال اللي هما مهاجرين، ان الدوله غادي يولي داكشي اوتوماتيكي من الحساب البنكي اللي عندك في البنكه ديالك، غيتوجه بنك المغرب انها سترسل مباشره الى دوله الاستقبال الحساب ديالك وشحال عندك وش فين خسرتي داك الشيء وكيفاش تدخلتيه ومنين وان من اين لك هذا. في نفس الوقت ان عندنا مواطنين مغاربه اللي ما في حالهمش او كاينين تجاوزوا بعض القوانين او الى اخره، غادي يكونوا في واحد المشكل خيب يعني في دوله الاستقبال، خاصه الذين يتم
التعاون بالوالفير او اش كتسميوه الاجتماعي ياك، نعم المساعدات الاجتماعيه، المساعدات الاجتماعيه كاين اللي عنده دار اجتماعيه عاطينها ليه، واذا كان ساكن هذيك 10 سنين غادي يولي مادي الكرا ديال هذيك ديال ديك 10 سنين، او غادي يكون عنده الحبس او غادي يتهم بالنصب والاحتيال على الدوله اللي هو جالس فيها، يقدروا يحيدوا ليه الجنسيه ديالو، يقدروا يردوه المغرب المغرب مباشره، يقدروا يعني كاين هناك مجموعه من الالتزامات بحال كما كيعيشوها الان في بلجيكا واحد 60 مهاجر مغربي كيعيشوا نفس المشكله، والدوله ديالنا باقا ساكته، يعني الحكومه عفوا ماشي الدوله. فاش غادي يهضروا؟ عرفتي فوقاش غادي يهضروا؟ غادي يهضروا ملي غادي تقوى المشاكل وما يبقاش شي مغربي كيصيفط شي فرق في المغرب. ايه راه هذا هو المشكل، ان التحويلات من التحويلات غتولي بنسبه 0% وغادي ديك الساعه تينوض الملك كيسول مال التحويلات ديال المغاربه تاع لا ما بقاوش يجيو الحقاش راه جبدنا اليوم المشاكل مع دول الاستقبال، هذيك الساعه غادي ينوض اللغط ويبقى كل واحد كيقلب للسطح في الاخر. ايه وراه كاين ماشي غير مشكل مالي، كاين الودائع اللي هي كتسوى الثمن كثار من التحويلات، كاين ودائع من ذهب من كذا من الى اخره، كاينه في البنوك المغربيه ديال المهاجرين اللي مساهمين بها حتى هما حاطينها للدوائر الزمان، غادي يوليو في شد ليا نقطع ليك من اين لك هذا، غادي هادشي على المغاربه الخارج فهمتي، اما الاستثمارات ديال المحسوبيه والزبونيه لا يتكلمون فيها، هذيك الاستثمارات ديال المحسوبيه كذلك اللي هي كتعطى باقل ثمن، كاين عقارات اللي كتفوت بواحد الثمن يعني ضئيل جدا غير لصحابهم وكذا الى اخره، هادشي ما كيتكلموش عليه، وكذلك قضيه ديال ناهب المال العام، كذلك الى اخره مجموعه ديال الامور. انا علاش لفت النظر ديال السي عبد الرحمن في هذه القضيه هذه ديال هذا التبادل الاوتوماتيكي، لان دول في اوروبا بدات في هذا الشيء، بدات اذا ما على الحكومه هي باغا تشد هذا الشيء وباغا تعطيه البرلمان يوافق عليه. تصوروا معايا شوف العداء اللي كاين الان بين الحكومه وبين المواطنين ديالها، انا ما شفت شي دوله في العالم انها ضد الشعب ديالها، واش الملك كيقول شعبيه العزيز وانتم كتشدوا الناس باغي تدخلهم الحبسات، انا ما فهمتش، ما بغى يتفهم لي هاد الناس اللي حاكمين اليوم شكون هما ومنين جايين وعلاش هاد الاقوال، ان الشعب اليوم من الشمال الى الاقاليم الجنوبيه ومن الشرق الى الغرب كله كيتحدث على هاد الحكومه بالسلبي، اول حكومه تتعرض لهاد المضايقات، وماشي مضايقه، مضايقات اللي هي في صالح التغيير والتصحيح، ومن غدا نشوفوا حكومه جديده. قلت السي حسن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب كل شيء كيتكلم عليهم بالسلبي الا هما اللي كيتكلموا على راسهم بالايجابي. طبيعي اذا وهذه مفارقه، هذه مفارقه ديال المتناقضين سبحان الله العظيم. اخي عبد الرحمن دوز الكلمه الان. الموضوع اللي بغينا نتكلموا عليه هو الوضع اللي كنعيشوه في المجال الصحفي على الصعيد الدولي، يعني بالاضافه لهاد المبرزطين اللي كيسميو راسهم الجمهوريين وهاد اللي كيسميو راسهم معارضين اللي وقع عليه شي مشكل كيتحول الى معارض، هو كيكون عنده في الاول غير مشكل بسيط وكيكون ملكي وكيكون مواطن صالح ومواطن مغربي ويفتخر بمغربيته، وفي لحظه كينقلب الى معارض وكيولي كيسمي نفسه هو معارض، يعني غير هاد الناس هادو المغرب في الخارج ما عندوش واحد البلاتفورم اعلاميه اللي غادي تقدر تاخذ الكلام ديال هاد الناس وتحلله وتجيب ناس مفكرين اساتذه جامعيين محللين كتاب سياسيين، ناس اللي ياخذوا هذا الكلام ويشوفوا واش كاين فيه واحد النوع من الصدق، اذا كان فيه نوع من الصدق خاصو يتعرض على الجهات المسؤوله في المغرب وخاصو يتوجد ليه حل، اذا كان فقط يعني كلام اللي هو فضفاض خاص نقولوا للناس بان هذا راه كلام فضفاض وان هاد الناس هذو راه نيتهم مبيته واهدافهم غير تلك التي يتغنوا بها، ولكن للاسف الشديد المغرب ما عندوش صفر، عندنا وسائل الاعلام حدها طنجه وعندنا مجموعه ديال المراسلين وبعض البرامج اللي كيخرجوا كيصوروا مع مغاربه العالم، ولكن ما عندناش جزيره، ما عندناش قناه بحال القنوات الان اللي كتلقاهم باللغه العربيه باللغه الفرنسيه بالانجليزيه بالاسبانيه ومتواجدين في مجموعه من الدول. اليوم
أحد الصحفيين الكبار في الجزيرة والوجوه المؤسسة للجزيرة، يعني ملي كتشوف هذا الوجه هذا كتعرف ذاك الجانب الإيجابي الإخباري داخل الجزيرة. هذا السي عبد الصمد اللي كيتم التخلي عنه من بعد 27 سنة ديال العمل، أكثر تحليل يعني كانت هناك واحد الحملة ديال التضامن ديالنا كمغاربة مع هاد الصحفي بحكم أنه مغربي، ولكن مؤخرا بداو كيخرجوا بعض القطريين وتيخرجوا بشي تعاليق اللي يعني فيها واحد نوع من الاستقواء على المغاربة. هنا كنشوفوا التعليق ديال هاد السيد هذا فهد المالكي كيقول لك لأن هذا فقط مجرد موظف مغربي تمت إقالته، دونك حنا اشنو الذنب ديالنا؟ وملي كنجيو نشوفوا هنايا في تعليق على المنشور ديالو، المنشور اللي دار، كنلقاو يعني السيد كاتب واحد التدوينه كلها اثراء على الكبرانه ديال الجزائر. اذا احد المعلقين هو خلاها هنا في التعليق، هذه التدوينه ديال هذا السيد او التعليق ديالو، كيقول فيه: الجزائر بلد لمليون شهيد، لا ننسى بومدين وجميلة بوحريد جميلة بوحريد مناضلة، نعم، والأمير عبد القادر الجزائري وغيرهم من الأبطال الذين حاربوا الاحتلال الفرنسي. نعم، الصورة واضحة أخي عبد الرحمن، الصورة واضحة جدا، يكيلون بمكيالين. احنا كنعرفوا بأن قناة الجزيرة ليس اليوم بل منذ زمن بعيد انها يعني تخدم المصالح ديال البوليساريو، ديال جبهه البوليساريو، وراك شتي في جميع البرامج اللي كانت تدار داخل استوديوهات قناه الجزيره او شبكه الجزيره، يعني كلها كانت تعطي الضوء الاخضر لجبهه البوليساريو بان تهاجم المغرب بشكل فظيع، وكذلك كانت تحرم المغاربة أو معدي البرامج أنهم يحرمون أي مغربي كان يعني ينتقد الهجمات ديال البوليساريو، وكان داكشي يعني تام قصر الرقيب كان يكون هناك مخدوما. فالجانب الأساس كذلك هذا لا ننساه بأن الجزيرة واحد الشبكة اللي هي قوية جدا في العالم، قوية في القارات الخمس، قوية برجالاتها الإعلاميين، قوية بعبد الصمد ناصر. يعني أمام القامات الإعلامية نجد ضمن الجزيرة ومن الجزيرة اللي طلعت بالأكتاف ديال عبد الصمد ناصر، زي هذه القامة الإعلامية الخلوقة والكفاءة الصحفية اللي كتستحق كل تنويه، ماشي غير من المغاربة، من جميع الأقطار العربية والإسلامية، وكذلك من الجانب اللي هو أجنبي. فعبد الصمد كيف ما كنقولوا هو باقي ملتزم الصمت، ما خرجش انه يصرح بشنو المشكل الحقيقي. نحن نناقش واحد القضيه اللي هي قضيه بلغتنا فقط، يعني ماشي من كلا الطرفين، لا من قناه الجزيره لاني تواصلت مع مدير ديال السي عبد الصمد، السي عبد الصمد ناصر، ولم يرد على احد، فكانت بعض الناس اللي قال لك انهم ما بغاوش يخرجوا الان، ما بغاوش يعطوا التصريحات. لا هو ما بغيتش نناقشوا الموضوع من الجانب ديال الخلاف، انا بغيت نبقاو في تمغربيه، حنا كمغاربه. نعم، شنو اللي كيمنع بلادنا انها تكون عندها قناه تلفزيونيه قويه بهذه المواصفات ديال الجزيره والمواصفات ديال الدول الاخرى؟ عندنا صحفيين. نعم. عندنا طاقات كتخدم في قنوات كبيره، هنا في كندا عندنا ياسمين الخياط اللي كتقدم الاخبار، واكثر من مره عطاوها قدمت نشرت الاخبار المسائيه اللي كتعرف اكبر نسبه ديال المتابعه. عندنا في كل بلد، مشيتي لفرنسا لبلجيكا، يعني اي بلد الا وكتلقى فيه مغاربه من القامات والاهرامات ديال الاعلام. اذا لي ريسورس هما كاينين، ولكن علاش كتغيب هاد لا فولونتي
ديال المغرب كبلد كدولة، علاش محتفظين مثلا بهذا المستوى الرديء جدا ديال الإعلام اللي كتقدموا القناة التلفزية الأولى مثلا؟ علاش علاش ما طورناش ميديان بدات بواحد المستوى اللي هو رائع جدا، غادية وتا هي كت يعني وكأن القنوات بثلاثة تقادوا وتستفوا وصبحوا في وسط بواحد المستوى ديال الدرجة الرابعة، يعني في الوقت اللي عندنا القدرة باش نلعبوا في لا ليغا ولينا كنلعبوا في الكاتريام ديفيزيون ديال الإعلام. شوف راه المشكل ماشي هو ما عندناش الطاقات، عندنا تبارك الله الكفاءات، ولكن القطب العمومي يسيطر على ذلك. فحال دابا القطب العمومي راه فحال واحد العماله او واحد المقاطعه فيها قيد وكتسير المسائل عسكريا. راه هذا هو المشكل اللي عندنا في الاعلام المغربي. هذيك الكاميرا راه شوف داك حامل الكاميرا كيفاش داير، ما كيبتسمش، فحال اللي هاز مدفع غادي يضرب، هو راه هاز كاميرا ما يبتسمش. وحتى الحوارات الا القليل ما كاينش داك كيف ما كنقولوا الاسلوب ديال يخلي الضيف ديالو مريح. لا كيجي لك حتى الاسئله خاصها تكون كيخلعوك في الاستوديو قبل ما تبدا انت كاع في الهضره، عام عندك ترتيبات ومسحلوجه والديكورات هنا الى اخره، كيدخلوك في واحد التيوت كتبقى مزموت، كتولي تقول اه عباد الله اش دخلني هنا نهضر، غنمشي بحالي. لا سيدي، شوف الطلاقه دابا وشوف كيفاش كيتكلموا الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. الناس ما دارت تدريب في معاهد ديال الصحافه، ما دارت والو. الناس اليوم كاينين اللي كينشطوا في وسائل التواصل الاجتماعي احسن من مليون واحد في احسن من مليون واحد في القطب العمومي. صحيح. لا في القنوات كثيره، لا في القناة الأخرى وإلى آخره، كيتكلموا بكل يعني كتقول هادو عندهم أريحية، كتقول هاد الناس راه عندهم نيت مستوى ديال هذا ولا شواهد عليا ديال الإعلام ولا إلى آخره، ولكن ثقافتهم أحسن من هذا. ولكن شنو اللي كيخسر هاد الشيء؟ راه هو هذيك 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 هذاك البلانين اللي عندهم، كيفاش انت خصك دير وشنو الاسئله، نوع الاسئله وشنو كذا. شكون المسؤول السي حسن باش نمشيو نقصدوا العلمي؟ القطب العمومي واش العرايشي؟ هو رئيسه العرايشي، عنده واحد المسائل خاصه به انه خصو يتكلم على هذا الجانب هذا مع الاعلام اللي كاين او مع الاعلاميين او الصحفيين اللي معاه، خصهم يمشيو كعساكر ماشي كصحفيين. نعم، هنا استحضر كنت تكلمت على هذا الموضوع ولكن ما ذكرش الاسم الان. السي السجاري الله يرحمه السي احمد، كنت معاه في 2011 ورافقني عند اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير. كان اول مره غنمشي انا نتواصل معاهم، مشى معايا من الدار البيضاء للرباط. ف قبل ما ندوزو عند اللجنه الوطنيه مشينا لدار الاذاعه لانه كان منشط اذاعي داخل الاذاعه الوطنيه. نعم. وحنا في الطريق تلاقينا مع مخرج، قال لي هذا من قدماء المخرجين داخل الاذاعه الوطنيه، ودار حديث بيناتهم. كان هذيك الساعات يلا عاد خرجوا ما عرفت واش شي السابعه ولا شي قناه جديده. نعم. قال لي السجاري، قال له دخلنا عليك بوجه الله، دابا لا جزتوا هذه القناه، هذه شحال خسرتوا عليها من مليار. هذاك المبلغ اللي قال له القد ديال المليار. وهذاك المخرج سولو قال له انت عاود دخلنا عليك وجه الله واش كتفرج فيها؟ قال له والله ما كنتفرج في هذا الشيء. قال له انا براسي اللي مخرج ديالهم والله ما كنتفرج فيها. راه بصح، علاش انا نقول لك دابا التفاهه اللي كاينه في هذا القطب العمومي، هاد التفاهه ديالو، وحتى المستوى ديال الاخبار اللي كيتقدم، مستوى ديال نشرة الأخبار خصها تعاد فيها النظر. حنا راه ما بقيناش في ديك العهود السوداء القديمة اللي فيها الأبجديات ديال علاش ما كتكونش عندنا الثقافة ديال أنك ملي كتبغي تجيب لنا الحداثة ديال برا، وجيب بحال هذا الشيء، جيب الحداثة في الإعلام، الحداثة في التكنولوجيا، الحداثة في العلوم، الحداثة، هذا الشيء اللي تجيب، ماشي تجيب لنا المسخ البارات وتجيب لنا الشراب وتجيب لنا العلاقات الرضائيه وتجيب لنا كل ما هو سفيه. جيبوا لنا مسائل اللي هي نستافدوا منها، كيف ما تفضلتي السي عبد الرحمن، لماذا ما عندناش حنا مراكز ديال الاعلام؟ الجزائر دايره مركز اعلامي في واشنطن على قدو، وكتستقطب الصحفيين وكتستقطب الناس ديالها. وجبهه البوليزاريو راه خدامه
في 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 في, في الاذاعات ديال الدول ديال الاستقلال. انا سمعتها. احنا مازلنا الا سمحتي سمعت بوليزاريو في تكساس، كنت نعم. بالليل في تكساس جوي 2015 غادي في لاريدو في ساوث تكساس، وكنت صنت كتخرج ليا اذاعه ديال بوليزاريو خدامين نعم. كيهضروا كيروجوا لداكشي ديالهم والجمهوريه الصحراويه والاستعمار نعم. المغربي والى اخره. عندهم مسؤوليه، عندهم هما مسؤوليه، ضروري انهم خصهم يتحركوا. احنا لا، راه الاحزاب عندنا ليا مكون حكومي لا تتحدث عن قضيه ديال الصحراء ولا المشاكل الا بعد فوات الاوان. ماشي كيخدموا على العام كيف ما هما خدامين بوليزاريو، راهما في اسبانيا الجمعيات ديالهم خدامين ليل نهار، خدامين في المدارس الابتدائيه، خدامين على الثانويات والاعداديات، وخدامين حتى على المستوى الجامعي. وهنا في امريكا نفسه خدامين جبهة البوليزاريو في الجامعات، يعني ماشي جامعة واحدة، خدامين كينشطوا. وكذلك الجمعيات النسوية، احنا اللي عاطينا العرا وعاطيناها باركين، كيتكلموا على الشذوذ الجنسي وكيتكلموا على حاجات اخرى، الجسم وجسمي وافعل فيه ما اريد ولا الجزائر. راه الجمعيات النسوية ديال الجزائر ديال الجزائر مع البوليزاريو راهم واصلين البيت الابيض، راه خدامين تما، كيدخلوا للكونغرس الامريكي وكيناصروا القضيه ديالهم. حنا يا حنا فين فينا وفينهم؟ راه لولا بعض السياسيين ورجالات ديال الدوله بحال السي عمر هلال الله يخليه لينا كقائد في, 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 في الامم المتحده، وانه كي يمارس الضغط على من يعادي المغرب وكذلك يهاجم اعداء الدوله واعداء المغرب وكذا الى اخره. اما الباقي راه ما عندنا ما نديروا، نكذبوش على الله سبحانه وتعالى. هاد الصحافه المغربيه عطى المهاجره صحفيين تبارك الله وصلهم في دول العالم كاينين في القارات الخمس، علاش انكم القناه الثانيه ملي كتبغي يكون شي نشاط معين او بغات دير هكا كتمشي كتعاقد مع شركات اجنبيه ماشي مع المغاربه ديالها، كتجيب لك واحد من افريقيا وكتعطيه الفلوس مزيان صحيحه. الله اعلم واش داكشي كيفرقوا بيناتهم، الله اعلم. انا كيوصلنا الهضره، ولكن هذه كسؤال كنطرحوه، واش كتقسموا معاهم شي حاجه؟ الله اعلم. اما الصحافه اللي هي صحافه ديالكم مغاربه واللي غادي يخدموا البلاد من 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 موقع ديال دوله الاستقبال، راكم مهمشينهم. راك اغلبيتنا اغلبيه ديال الصحفيين راهم متطوعين او خدامين مع قنوات بحال الجزيره بحال العربيه بحال يعني قنوات خدامين معها بحال الفرنس 24 الى اخره. انتوما اللي كتخليو الناس المجال يمشيو عند ناس اخرين. شنو الصحافه؟ شنو نوع البرامج اللي كيسجلوا هاد الناس؟ كيمشيو كينقلوا البرامج الثقافيه، كاين شي حفل، كاين شي لقاءات ثقافيه، كاين شي ماكله، شي شرب، شي اجتماعات، هذه امور يعني مزيانه. لا ما عندهم والو، ما عندهم والو. شوف لان واش عبد الله كتلقى، شوف القنوات الاعلام، القنوات اللي هي اخباريه واعلاميه وثقافيه وكذا الى اخره في دول في دوله المغرب، يعني الناس اللي هما منتدبين تما من الجزيره من القناه، شوف الخدمه ديالهم تبارك الله وصل عندي، ما موائد حواريه ديال كيستافد منها العالم يا صاحبي كيتابع. والمغاربه ديالنا ديما من المثقفون دا كتلقاهم داخل الموائد الحواريه في مع دول مع قنوات اجنبيه. صحيح. وحنا فينا هو؟ ما عندناش حنايا، ما عندناش قناه اجنبيه هنا في المغرب. يعني المغرب ما كاينش امريكان، ما كاينش حتى دوله، حنا ناقلين لنا واحد سميتو كنتفرجوا فيه، قناه ناقلين لنا هنا. كيسميوها قال لك ديال الخارج، من ديال الخارج ولا الداخل؟ هذاك الشيء راه ولا كيتشد عا بالحوايج اخرى ولا كيتشد المغرب مباشره. اشني هي الاستفاده؟ اشني هي القيمه المضافه اللي عطيتو المغاربه الخارج اعلاميا؟ جيبي لنا الافلام، هذيك الافلام، هذيك افلام، هذيك راه مجموعه ديال الصوار، مجموعه ديال الصوار، ما كاين لا سيناريو ولا محزنون وكتكبروا به بغيتوا ولا كرهتوا. عندنا ممثلين ايه، ولكن ما عندناش الكتابه ديال السيناريو. حنا فينا هو؟ الافلام اللي كانت في واحد الوقت ديال السبعينات والثمانينات كانت كتحط انتم نكرتوا الاسلام، كتعطيوا الدعم غير الافلام اللي فيها القبولات والتعناق وقله الحياه، هذا الشيء فاش كتعطيوا انتم الدعم. اما انكم تبحثون عن دي سيناريست ديال الافلام الاسلاميه وترجعوا لنا التاريخ الاسلامي داخل دوله امير المؤمنين، لا ما كاينش هذا الشيء وما كاينش الدعم لهذا الشيء.
ما كاينينش، ما كتشجعوش السيناريست اللي هو ديال 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 التاريخ الاسلامي، ما عندكمش، ما بقاش عندكم هاد الحرفه هذه، نسيتوها تماما. جميع المخرجين دابا، الاغلبيه ديال المخرجين لا يفقهون في التاريخ الاسلامي. جميع المخرجين سي حسن، إذا الإرادة والرغبة غير متوفرة لحد الآن شهر يونيو من سنة 2023، احنا في جريدة الصحافة الإلكترونية استضفنا العديد من الأساتذة الجامعيين، العديد من السياسيين، ناس من جامعة لافال اللي يعني يتساءلون كيفاش البرنامج اللي كيستحسنوه، ومقالات اللي كتكتب باللغة الفرنسية من بعد الحوارات اللي ذات مستوى رفيع جدا وعالي جدا، يتساءلون شنو المشكل اللي كيمنع أن مؤسسات تجارية وبنكية متواجدة في كندا تعامل مع جريدة بحال جريدة الصحافة الإلكترونية. إذن في غياب هذه الرغبة وفي غياب أي عزيمة في أننا نقوي واحد الجبهة إعلامية مغربية في الخارج تدافع وتنافع عن المصالح المغربية في الخارج، سيستمر الوضع على ما هو عليه، وسنستمر إن شاء الله نحن بالإمكانيات المتواضعة التي نتوفر عليها. تفضل سي حسن في كلمة أخيرة. نعم، شوف القضية ديال الصحافة بغيت نتكلم فيها كذلك، وحنا غير الصحافة الوطنية داخل الصحفيين ديالنا، راه الإعلام في المغرب بقى كيزير في الصحفي حتى ما بقى عنده والو، وصلوا لدرجة ديال الفقر. أغلبية ديال الصحفيين هم من أحياء شعبية ومن الطبقة الشعبية، ما عندهمش. واش عبد الله ملي كيطلع لك صحفي في على الشاشة وكيقول أن جريدة معينة كانت كتخلصوا ب 8000 ريال، يعني 400 درهم كتعطيها ليه في الشهر، صحفي كياخذ 400 درهم وماشي غير بداية ولا كانوا كيساعدوه في التنقل، لا هذا راتب ديالو، راه صرح بها صحافي. واش 8000 ريال هاد الناس ما غايبيعوش راسهم؟ كيف ما اليوم انت تبارك الله وصل عنبي كتشوف صحافه، كاينه صحافه مموله ومدعمه اللي تقول قولوا العام زين، اللي تنتقد كل من يكشف عن الفساد ويفضح المفسدين و و و و, و الى اخره. صحافه انا كنسميها ديال الدل والعار والسراويل الساقطه، هذا هو اللي كاين. اما الصحافه الذهبيه راه عشنا معاها في الثمانينات، في اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات، وصحفيون ما شاء الله راه الاغلبيه ديالهم غادروا المغرب، مشاو دول ديال الاستقبال، ولا زال دمهم ديال الوطنيه يجري في عروقهم، وكذلك يسيلون المداد دفاعا عن المغرب ووحدته الترابيه وكل من يمس بالمغاربه والمغربيات. هذه هي الصحافه. اما صحافه الدل والعار فهي ضد الشعب، ضد الشعب، ولا تاتي الا بما يرضى لهم اسيادهم والذين يمررون لهم رواتبهم شهريا، وكذلك الناس اللي تبنت لها استوديوهات واعطوهم جميع الاليات واعطوهم مخرجين واعطوهم اللباس واعطوهم السيارات واعطوهم لبسوهم من اي تو زي، يعني من الف الى ياء. وهاد الناس هما اليوم اللي كنشوفوا اغلبهم هما الذين يتحدثون كثيرا، ومعروفه القيمه ديالهم والهامه ديالهم معروفه عند الجميع، وهادشي اللي كاين السي عبد الرحمن. اذا شكرا جزيلا الزميل حسن ابو عقيل. اذا الحلقه كيف ما قلت متنوعه، وهذه دعوه للاخوان اللي كينقلوا هذه الفيديوهات ديالنا، كيف ما اشار الى ذلك السي حسن ابو عقيل، انه يتم الاحتفاظ بنفس المضمون ديال الكلام ديالنا. وتنظن بان الناس اللي كينقلوا الفيديوهات ديالنا في هذه الاونه هذه ناس هما اللي يعني عندهم واحد التاريخ مع صفحه عدراوي لايف، كانوا كينقلوا الفيديوهات منذ سنوات، وناس اللي هما ملتزمين، يعني ما عندناش ذاك النوع ديال الناس اللي كيختاروا دوك العناوين الاشهاريه ولا التشهيريه من اجل جلب المتابعين. نعم. اذا شكرا جزيلا لك سي حسن، ونضرب لك موعدا يوم الاحد المقبل ان شاء الله. الى اللقاء. شكرا لك. شكرا لك سي عبد الرحمن، شكرا لمتتبعيك الكرام، والى فرصه اخرى ان شاء الله قادمه بحول الله. تحياتي.
إن شاء الله. إذن كان معكم عبد الرحمن عدراوي وحسن أبو عقيل من كندا ومن الولايات المتحدة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.